ذكر أن هناك مؤتمر صحفي أو لقاء بين وزيري الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وزير الخارجية البريطاني يقول: ندعو الجنرالات المشاركين في القتال لوضع السلام أولا. وطبعا كنا نتحدث أيضا عن التصريحات من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قال في أيضا هذه التصريحات أن الجيش أن الشعب السوداني يريد عودة الجيش إلى ثكناته ويريد الديمقراطية. والمحادثات بين السودانيين كانت واعدة فيما يتعلق بوضع السودان على مسار الانتقال الكامل نحو حكومة مدنية. بلينكن يقول أيضا: نتفق مع الحلفاء على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة في السودان فورا، ونشعر بقلق عميق تجاه استمرار الاشتباكات في السودان. إذن هذه التصريحات وهذا اللقاء بين وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي حول الوضع في السودان، ويتحدث فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أن محادثات وضع السودان على مسار الانتقال لحكومة مدنية كانت واعدة، وأن الشعب السوداني يريد عودة العسكريين للسكنات ويريد الديمقراطية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.